اليوم راح أتحدث عن تيار فني مهم جدا ومؤثر بتاريخ الفن كله. بس هذا التيار يعني ما معروف عندنا بنطاق واسع، يعني بصراحة معروف بشكل أجزاء من عنده أو بسيط. هذا التيار اسمه اليوغند ستيل. يوغند ستيل وهو يعني هي كلمة ألمانية، مش يعني معناها الأسلوب الشاب، وأحيانا يترجم الفن الجديد، بس هو الأسلوب الشاب. وهذا مأخوذ بالحقيقة من مجلة، هو بالأساس مجلة ألمانية كانت تصدر بميونخ سنة يعني 1896، صدرت اسمها يوغند. يوغند هذا اللي هو، وكانت كلها برسوم، يعني رسومات مليئة بالرسوم كلها، فقط بالرقية رسم باليد يعني، وكل رسوماتها قريبة لهذا التيار يعني، صارت ولهذا اشتق الاسم من عندها. اليوغند ستيل يعني يختص بما كل ما هو جميل، والحمد لله الناس تعتبرونه هو النقطة المثلى بالفن بالتاريخ كله، هو أهم نقطة، أعلى نقطة بالجمال. اليوغند ستيل يعني يختص بي يعني هو استفاد من شغلتين، يعني أغصان النباتات وأوراق الأشجار وحركة الأغصان، يعني هذه وانحناءاتها، فكل هاي دخلت بالأعمال الفنية، بس توسعت بشكل مذهل، شملت كل شيء، يعني شملت الأزياء، شملت الإعلانات، اللوحات طبعا أكيد، المنحوتات، السيراميك، الشمعدانات، اللمبات، الإضاءة، المصابيح، السلالم، الأرضيات، البنايات، الأبواب، شبابيك الغرف والبيوت، طاولات، الحلي المذهلة اللي تخليها النساء، القبعات، كل شيء دخل اليوغند ستيل وأثر. فتشوف الفنانين بكل العالم يعني استوعب هاي الفترة، هي يعني تقريبا هو بين قبل 1900 وبعد 1900، يعني هو من 1890 إلى 1914 لحد الحرب العالمية الأولى. يعني شوف موخا الرسام التشيكي، الرسام الإعلانات، إعلانات المسرح الممثلة الشهيرة اللي سارة برنارد، شلون مذهلة. البيردس الإنجليزي وخطوطه هاي المنسابة بشكل عجيب، الأسود بالأسود والأبيض بالغالب يرسم. أيضا يوغند ستيل، يان تورو بالهولندي والإعلانات صممها، والنساء الجميلات المتداخلة الخطوط مالته، أيضا يوغند ستيل. غاودي بالعمارة أيضا يعتبر يوغند ستيل، والهاي الزجاج والفسيفساء اللي والموزايك الداخله، يعني كليم جوستاف كليمت الدرجه القصوى ايضا بالرسم تعتبر باليوغند ستيل، هو الممثل الاعلى بالرسم بالاتجاه يوغند ستيل. النساء والالوان والبقع الجميله اللي يضيفها بالسحر الذهبي على لوحاته، يعني كل هذا الى تيفاني. يعني تيفاني الفنان الامريكي ايضا من رواد يعتبر، او استفاد او تاثر على، لان هذا فنان يختص فقط بالزجاج تيفاني، الزجاج والملون ومتداخل مع بعضه، يسوي مصابيح مذهله واعمال فنيه رائعه، ويرسم على الزجاج المعشق بالرصاص بشكل يعني ايضا مؤثر. اليوغند ستيل اثر على يعني تاريخ كامل الفن، والناس يعني بدت باي مكان، يعني باي مكان تكون موجود بهذه الفتره شوف شيء يوغند ستيل، بالبنايات، باي شيء، يعني بالازياء، كل ملامح الملامح الجمال يشوفها بالحياه. ولهذا يعتبر فتره يعني جدا مهمه. وهذه الفتره طبعا مثل اي فتره بالفن جميله، تجي لحظه وتتوقف بسبب ظرف كبير ومؤثر، إلى أن جاءت يعني الحرب العالمية الأولى سنة 1914، توقفت هذه الفترة الزاهية بالفن، وظهرت التعبيرية بسبب الحرب وأشياء يعني تفاصيل أخرى بالفن، هذا موضوع أيضا آخر. ولهذا بقت فترة اليوغند ستيل هي من أجمل وأنصع وأبهى ويعني أروع الفترات اللي ظهرت في تاريخ الفن. شكرا لكم، أشوفكم الأسبوع الجاي. We'll be right back.